الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذه السلسلة التي كنت بدأتها منذ سنة. إذا ومع السؤال العاشر، دائما أضع بين أيديكم السؤال وبعد أيام أقوم بتصحيح السؤال. إذا السؤال هو خاص بالنسبة لي ثالثة إعدادي، خصوصا التلاميذ الذين سيشاركون في أولمبياد الرياضيات. إذا بالنسبة لي السؤال A B C D un parallélogramme M E N milieu D B C et A D respectifs dans alors dans le triangle AMD, l'auteur qui passe par D coupe la droite AM en E. Montrez que CE égale CD. ABCD متوازي الأضلاع. M و N منتصفي الضلعين BC و AD على التوالي. في المثلث AMD الارتفاع المار من D يقطع المستقيم AM في النقطة E. بين أن CE يساوي CD. أتمنى أن تتوصلوا بالجواب، وإلى شريط آخر أقدم فيه تصحيح السؤال. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.